الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني احنا هنا لاجئين نازحين من الحرب في مدارس الإيواء، يعني نتمنى من أهل الخير والأيادي الطيبة أن تمتد لإضاءة الممرات والحمامات، ليتمكن الجميع في الظلام والعتم على الأقل للوضوء للذهاب إلى الحمام. كشوق الليالي لضوء القمر، كعشق اليبابي لقطر المطر، نجيء وفي راحتينا الضياء، نقاء وحبا لكل البشر، نسابق نرقى وللغير نسعى، ونرسم للكون أحلى الصور، فأنا تطيق لنا بالحمى، وفينا ضعيف الجناح انكسر، نسابق نرقى وللغير نسعى، ونرسم للكون أحلى. نور بعد ظلع. اليوم الثلاثاء 17/9/2024 تم بحمد الله توفير الإنارة لمدرسة يافا في منطقة التفاح شمال قطاع غزة، وذلك بعد شهور طويلة من معاناة النازحين في التحرك بين مرافق المدرسة، خصوصا كبار السن والنساء والأطفال. كل الشكر للداعمين في زامة، وجزاهم الله كل خير، وأهلكم في شمال غزة ينتظرون المزيد. شكرا على الدواي اللي عملوا لنا اياها بالمدرسه. شكرا لكم وفاتونا الحمد لله رب العالمين. يا صار الواحد يمشي يرى موضع قدميه، اما قلنا في الاول نتعثر. كل الشكر وكل الاحترام للايادي الطيبه التي امتدت واضاءت لنا ممرات المدرسه وبعض صفوف المدرسه، وشكرا جزيلا. احنا كنا نعاني من العتمه، وصلنا نمشي في الليل ونعرف نتجول، نطلع برا نشتري اغراض، نمشي، كانت قبل عتمة، والحمد لله توفرنا لدد وخطوط ونمشي في الشوارع، ولقيت المدرسة توفر لها لدات وتنورت المدرسة، ويديكم العافية. نتقدم لكم بالشكر الجزيل على ما قدمتموه في إضاءة الممرات في المدرسة، فنحن كنا بأمس الحاجة إلى هذه الإضاءة، والحمد لله رب العالمين بعد عناء وبعد أن تقدمتم أنتم بالدعم الكريم لنا تم إضاءة الممرات، ونتمنى الأكثر والمزيد، وبارك الله فيكم.